طيب عايز اقول لك الان والبعثه على سلم الطائره، الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اجرى اتصال بالكابتن محمود الخطيب علشان يطمئن على احوال البعثه ويأكد دعمه ومساندته للفريق ويتمنى له التوفيق في هذه المهمه اللي ان شاء الله الاهلي بيتطلع فيها لبلوغ نصف النهائي. وكابتن الخطيب وجه الشكر للسيد الوزير على اهتمامه ومتابعته ودعمه للاهلي وفرقه الرياضيه ولكل الفرق اللي بتمثل مصر في مثل هذه المحافل القارية المهمة.